Ruzubilillahimji Bismillaohmanhim Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Ibrahim Roli kelas 12a perwakilan dari ma Alquwah sukoharjo saya akan membacakan surat al-baqarah ayat 67 sampai 73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاكع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسكي الحرث ولا تسكي الحرث مسلمة لا فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها Kadzalika yuhyil lahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.